روح مع البروفيسور مامون مبارك دريبي. ما هو لونغ فيرم هو تيقول لك لا نقبل على هذه وتقول لك خوات لا انا ما خواتش. شي الراجل هنا فيك يختال مع المرأة والمرأة تتخلع ترجع. هو تيقول لك والله تنتحدى. دابا كانت شي تخطبي تيقول لك باخذ كبيره. ما باغيش الدري الكبير ما باغيش الراجل الكبير. بغا صغيره. على حنا في قاعتنا ما كنزورو الصغيره كيخليو الكبيره صغيره. شتي ملي كنكونوا كنطالبوا بالقدره كناخذوا المعدل ديال الضعيف. ملي كتكون كتفقد النهضه كتاخذ الاقوى والاشد. شوف الاستثناء المغربي هذا فقط الحمد لله في العالم الاسلامي العربي هو استثناء اللي ناجح وكان انا شخصيا كنحب هذا المثال لان كنسميوه لا ديموكراسي سو لو غين دو روا. شنو هي هذه هذا موديل جديد هذا كنعرفوا نتبعوا به نعرفوا نوصلوه للعالميه. برنامج بكل وضوح مع البروفيسور مامون مبارك دريبي ياتيكم في رمضان من الاثنين الى الخميس من الساعه الخامسه الى السادسه مساء على مد راديو الاذاعه القريبه منكم. أهلا وسهلا بكم مستمعينا في نوع جديد من برنامجكم الاجتماعي اليومي بكل وضوح على مد راديو الإذاعة القريب منكم ورفقة البروفيسور مامون مبارك دريبي. مساء الخير بروفيسور. أهلا وسهلا. مساء النور للعفاف مرحبا لله. اليوم إن شاء الله بروفيسور الموضوع ديالنا من خلاله غادي نتكلموا على الشخص المعاق اللي كيكون وسط عائلة وكتكون عنده إمكانيات بحيث أنه هاد الإعاقة ديالو ما كتمنعوش بروفيسور من أنه هاد الشخص يعني يقرا ويخدم يتوظف يكون عنده مدخول قاري ومستقل وربما حتى انه ينجح في العمل ديالو ويمشي بعيد. اللي كنلاحظوا بروفيسور على انه بعض العائلات كيقوموا باستغلال هذا الشخص هذا اما لانهم مثلا ياخذوا مساعدات من عائلات او من ناس اخرين وربما هذا الشخص ما كياخذش الحق ديالو الكافي في ديك العائله كنلقاو على انه ديك الاحاطه به كتكون كبيره بزاف. وهنا بروفيسور كنبغيو نفهموا واش هذه المساله هي فعلا يعني قله رحمه في قلوب الناس كيف ما كنقولوا او لا هو جهل الواقع وهاد العائلات ما عارفينش شنو الواقع بالضبط. بروفيسور فمنين كيكون جاي المشكل بالضبط؟ العديد من الاحباب تيعرفوا واحد الخط فكري النهار اللي دخلت الاعلام وانا كنوصلوا للمستمعين. هذا الخط هذا كيعتمد على لا ريستركتوراسيون إلى ستركتوراسيون إعادة البنيات وإقامتها خاصة البنيات الفكرية النفسية. هاد لا ستركتوراسيون العالم العربي والإسلامي كيعرف في أغلبيته فقط ما هي التربية والقليل القليل جدا اللي كيعرف تأسيس البنية الصالحة. وعندنا في وصايا لقمان كيبدا يا بني وعندنا الإشارة النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص. وهنا ذكرت وكنعاود نذكر لان ملي كنتكلم على لا ستركتوراسيون ما كنقصدش به التيار الفلسفي اللي هو لو ستركتوراليزم ابدا ما كنقصدش به لو ستركتوراليزم. ستركتوراليزم بوحدو ستركتوراسيون بوحدها. شنو هي لا ستركتوراسيون؟ التربيه كتعتمد على ضوابط ظاهره وخارجية تؤثر السلوك. فولدك تياكل بليسرية كتقول له لا كل بليمنية. ظاهري يد يمنية مقابل يد يسرية كتهز مادة سميتها الطعام وكتجيبها للفم. فكتأثر الظاهر بسلوك وكتوقف في وجهه. ما حد ما عطاش هذاك السلوك انت ما كتعطيش التغيير. التربية سهلة. أما تأسيس البنية كيخصك أداة من الأدوات الغيبية لأنك غتدخل الموضع غيبي اللي هو النفس اللي هو الروح. وباش توصل للمواضيع الغيبية كيظن العديد بأن خصو يتكلم. هو حقيقة خصو يتكلم ولكن ماشي أي كلام.
خصو يعرف القول البليغ والقول السديد. وهنا البليغ ماشي هو فقط الذي يحتوي على بلاغة، هو القول الذي يبلغ عبر نوافذ إلى أماكن، والقول السديد هو الذي يسدد، اللي كيكون الارتباك هو الذي يسدد. فهنا باش نحصلوا على القول البليغ والسديد باش نمشيو وندخلوا للمكان الغيبي اللي هو مكان الفكر والنفس. وشنو الفرق بيناتهم؟ بأن الفكري يعتمد على العقل والنفسي كتأثر فيه بالعاطفة، وهما بجوج خصهم يتعاملوا، فكرة وعاطفة. العاطفة بوحدها ما كافيش، هذه هي المسلسلات العربية البليدة، والفكرة الجوفاء بوحدها ما كافيش، خصهم بجوج. هذا هو إصلاح الفؤاد. فوجب باش نحصلوا على هذه المادة، هذه القول البليغ السديد، باش نوضعوا واحد البنية سليمة، وجب لنا مصدر فكري. كنلقاو الحمد لله أن الدين الإسلامي كيبنى بما هو شرعي فقهي وبما هو فكري. وهنا نحن المغاربة نختلف مع المشارقة في أمور كبيرة من هذا الأمر اللي غنقول. أن المشارقة ما كيستعملوش لفظ الفكر الإسلامي، المشارقة واحد العديد منهم كيستعملوا جملة الحكم الإسلامي. نحن المغاربة نستعمل مصطلح الحكم الإسلامي والفكر الإسلامي. شو الفرق بيناتهم؟ الحكم هو الأحكام التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم واللي مصدرها الكتاب والسنة، وهما وقفوا عن الباب. المغاربة لا، المغاربة من اللي مشوا للأندلس وجلسوا العلماء المسلمين في الأندلس مع علماء مسيحيين مع علماء يهود مع علماء آخرين، اللي كيجلس معاك ما هوش مسلم، فلا خاطبتي غير المسلم بخطاب فيه الحكم غير فر منك ويمشي بحاله. فخصك تجي لواحد القاسم ده هو وخاطبهم بالتي هي أحسن وجادلهم بالتي هي أحسن. ففي المجادلة بالتي هي أحسن، المغاربة في إقامتهم في الأندلس بدعوا، وهذه خاصية مغربية، بدعوا مادة فكرية مصدرها الحكم الإسلامي. فكيبقى التوابيت اللي هو التوحيد اللي هو مقام النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو الحلال والحرام ثابت، ولكن في طريقتنا للتعامل مع الظواهر كنجعلوا اللا مسلم يتذوق الفكر ويحبه وهو لا مسلم. هذه راهي التحدي الكبير اللي عند المسلم الان، ولكن سيروا مع العقول المتشنجه. ففي اطار تاسيسنا الواحد المصدر فكري اللي هو الفكر الاسلامي من جديد، وجب علينا نعاودوا نجعلوا الايمان يتنظر بشكل اخر. فما هو دور الايمان؟ الايمان كل شيء كيعرفوا هو الايمان بالله وبالملائكه وبالكتب وبالرسل وباليوم الاخر وبالقضاء والقدر. ولكن هاد الاسماء هكا بهاد الوصف خصنا نعطيوها دابا واحد 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 الذوق باش كل شيء يشوف واش هو منها ولا بعيد عليها. فالإيمان يرزق صاحبه الثبات أمام هزات الهلع والجشع. مش تعرف راسك مؤمن؟ هو الوقيتة اللي كتكون ما عندكش الفلوس، ولادك واحد خدام وشي ما خدامش، عندك مشاكل، وجا تسلف عليك شي واحد وتسلف عليك واحد المبلغ اللي انت في حاجة ليه، ودار معاك واحد الأسبوع ويرضولك، وانت كتشوف حالو كتعرفو رجل صالح وكتعرفها امراه صالحه وكتعرف ظروفه راه حتى هو فقير، وانت لقيتي نفسك في الايمان ديالك سخيتي بهذاك المبلغ اسبوع. بعد ما داز الاسبوع ما قدرش يردولك، تتصل به ما كيجاوبكش، كتمر حداه ما كيبانش، فظنيتي بانه هرب لك بالفلوس، ظنيتي انه بغاش يسدد لك الدين. هو يوقف في الايمان ديالك، هو يثبتك امام هزات الهلع والجشع. قال لك الهلع ما تخلعش، انت كتعرفه صالح، كتعرفها صالحه عندك تزعزع، انت محتاج وانت هو محتاج،
وهذه مؤازرة المؤمنين. خليه خليه وبقيتي وبقى الإيمان كيتبتك تيتبتك حتى واحد النهار جمع النص وجا عندك ودق علي قال لك اسمح لي هالنص وجدته راك تحشمان منك ما كنتش قادر نوجده وقلتي في نفسك الحمد لله لما طلقت الصرح لنفسي وسأت الظن وقت غادي نقول نهرس كاع هذا هو قول معروف خير من صدقة يتبعها من وأعدى. فالإيمان كيجعلنا نقوموا بشي أشياء لأنها إجبارية في الحياة ديالنا كنقوموا بشي أشياء إجبارية خصك تشرب إجباري خصك توصل إجباري خصك تخلص الضوء إجباري هادو أشياء ما كتهدرش فيهم. ثم كنقوموا بشي أشياء ضرورية خصك تاكل خصك تلبس خصك تدير المازوت في سيارتك. ثم كنقوموا بشي أشياء تكميلية كندي ولادنا يجريو في البحر ونشريو لهم لا كلاص وكندي ولادنا السينما وتنديو حبابنا يتفسحوا. ثم كنديروا شي اشياء ترفيهيه تنمشيو نجلسوا فواحد البلاصه ونسمعوا شي جوق ديال الموسيقى الاندلسيه ونشوفوا كذا. ثم كنديروا شي اشياء استثنائيه لاغراض انسانيه. الى حسبتوا الحب غتلقاو سته اركان الايمان سته اركان الاسلام خمسه زايد عليها بواحد وما معروفش الركن اللي زايد السادس راهم ستة سير وريني اللي هو فيهم. لربما كل مرة خصك دير واحد سي اون فونكسيون تما سي با اون فالور سي اون فونكسيون. كل مرة خصك دير واحد على حساب شنو وقع لك الفوق عاد كيتبدلوا لي دوني الفوق خصك تبدلو هو. فالوقيته اللي كنكونوا في المجتمعات اللي الله سبحانه كيدر فيها الخير بحال المغرب الاشياء الاجباريه كنعرفوا نديروها الضروريه كنعرفوا ليها التكميليه والترفيهيه كنعرفوا نديروها ولكن لاغراض انسانيه. ان بنتك معاقه من رجليها معاقه من يديها عمياء ما كتشوفش ولكن عطاها بواحد الطرف الجمال وخدامه وعندها حرفه وجامع رزيق وشاريه محلابه ولا دايره كريمه طاكسي ولا عندها شي بقعه كتفلح فيها وجا خطف فيها واحد اخر ما عندوش كلشي وهطعم عليها في محلابتها وهطعم عليها في قريمه ديالها وغيتصرفوا فيها ولا كيعطيوه البنت يبقاو تابعين الحساب. عندك تعطيه من القريمه ها هو غادي يقول لك عطيني من القريمه وعندك تعطي. هاد العلاقه هادي ديال مرة تخرج معاق تسعى به راجل يخرج معاق يسعى به واحد رابطه في السطح واحد شادو عنده باش يستعطف به الناس منين جاتنا هاد القسوه هادي منين جاتنا؟ واحد النبار واحد العالم رحمه الله كنا في زيارة نادري الزرهون وحنا خارجين معاه للساحة أمام ضريح وكيجيو شي ناس سياح نازلين بالشورت منهم بنات ورجال بالشورت. واحد من الطلبة مشى عندو قال لها سيدي شتي هاد المسخ جاي نزور الضريح بالشورت. قال لها ولدي التحدي اللي كيسايننا ويساينكم هو لا قدرتو تقنعوا هادو بلا ما تفزعوهم حيت لا فزعتوهم راه مشاو لكم عند المسيحيين مشاو لكم عند الاخرين وهادشي اللي بغيتو. اما تصبر حتى تقنعوا وحبا من عنده يتغير هاد التحدي ولدي اللي كنتظروا منكم ديروه مرحبا. فوصلنا غادي يكون مع كل اوفياء وارقامنا راه الاشاره 05 22 46 72 50 51 او 52. مرحبا بكل اسئلتكم في برنامجكم بكل وضوح على مد غاديو الاذاعه القريبه منكم فاصل وراجعين. ومرحبا بتواصلكم معنا على مد غاديو برنامجكم بكل وضوح. غادي نمشيو في اول مكالمه نتواصل مع حميد على الخط معنا من مدينه الدار البيضاء. اهلا بك حميد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم. مرحبا سي حميد. مرحبا. عنا وعليك. الله يبارك فيك اسي. تفضل سي حميد. لا عندي واحد المشكل هو استشاره اكثر من هو مشكل. تفضل مرحبا بك. انا 22 سنه بعض بزاف حاليا خدام وكاي شاب حاليا كيبغي يدير حياته ويتزوج تعرفت على واحد السيده عن طريق واحد الوقت خالتي هذه تقريبا شي 10 شهور وقررت انني غنتزوج فيها من غنخطبها من عندها ترمدات. اييه الله يكمل بخير. التقينا مؤخرا شي جوج شهرين دابا باش تلاقينا. ملي تلاقينا دابا مابقاش هذيك طريقه التعامل ديالها معايا تسكات ما بقاش تتزوجني
كنت كنصيفط ميساج كانت كثرت شي هي كتقول لنا مشات ليها شهادي راه ما كانت كاينش وهذا ما محامين باش فهموا هي باغا تسمع معايا انا ما بقيتش فاهم فيها والو حاليا. بالنسبه لك كيفاش كتفسر هذا الامر؟ ما مش هي تخوفي لا او عدم تقبلي انا كذا حتى حيت ملي كان مؤخرا كان كيف كثرت مع ولد خالتي حيت ولد خالتي عندها واحد العلاقه مع اختها كثرت لا تقول لي انا باغا شي واحد يكون قلده هادي بحال هكا مع ذلك انا قد نكون ريادي كهذا الشيء اللي كتقول لي واخا سي حامي نعطيك رأي في هذا الموضوع. مرحبا مرحبا شكرا مرحبا مرحبا. العلاقة الزوجية ماشي لا هي العلاقة السينمائية. العلاقة السينمائية كارثة مصيبة، لأن الممثل والممثلة ما هوش دراسه، ما يقدرش بحال هكايا يخليه يربي كل شيء بحال هكايا فهمتي. لا، لأنه هو نجم فكيسقلوه كوب شعره كيصيبوها ليه. اخبارك بان في هوليوود عندهم دراسه الابتسامه، كاين دراسه كيتعلموا يبتسموا للكاميرا، تيعرفوا اللونغ اللي كيعطيو فيه البروفيل زوين ويدرسوه، وعندهم تروا كار وعندهم دومي كار وعندهم دومي وعندهم الفاس وعندهم الانكار، عندهم كيحفظوا الجيومتري باش يعطيو لي بروفيل. توت ايت ارتيفيسيال. فاصبح دابا حاليا بهذا الفينومين ديال فيسبوك وديال لي ريزو نون سوسيو، سون با دي ريزو سوسيو، سون دي ريزو نون سوسيو، لان لي ريزو سوسيو هما اللي حنا كنديرو دابا في ميد راديو. اما هذاك ما هواش ريزو سوسيال. انت في المغرب كدوي مع واحد في بلاد اخرى باش في لي سوسيتي كمان، شكون اللي عارف انت واش تصويرته هو هو نيت؟ فكتخدم في ليلوزيون، فأي علاقة غتجعلك تكون في الصورة وما تكونش في الجوهر ما فيهاش خير. أنا بغيت نتزوج بك أخويا وأنت عاجبني ولأني أنت شوية قصير وكحل. تيمشي السيد يشري صباط ويدير جوج سومينات لداخل ويمشي يشري، كاينة واحد الدهنة في ليتازوني كيحكوا بها الكحل باش يولي الجلد ديالهم سمر. تخيل كيدخل واحد الكحل لواحد الصالون وتجي واحد السيده وشاده واحد الماده وتيبداو يحكوا ليه في وجهه في الحمر، شنو كتشوفهم كيولي هو حمرين. علاش؟ لان الضغط ديال المجتمع ديال الصوره كحل بغيتيه بغيه هكا كحل المن الكحل شنو المشكل فيه؟ مالو؟ مال السمر؟ مال شعره كرد؟ مال اللي قصير؟ مال اللي غليظ؟ والعباقرة في المجتمع الامريكي اللي كتشوفوا الرسوم المتحركه ديال مونستر، لونيفرسيتي دي مونستر، جامعه الوحوش كيديروا واحد الرسوم المتحركه في دي مونستر بجميع انواع البشعه في الصوره، كيديهم يقراوا في واحد الجامعه كيفاش يخلعوا الاطفال. ما الحكمه؟ ما الحكمة؟ أنه داروا ديس أنيمي في الأول والثاني ونجاح كبير. وشكون اللي وراه؟ من أكبر لي سوسيتي برودكسيون بيكسار، أول وحدة اللي المادة العلمية ديالها منين غتجي؟ من الشركة اللي دار جورج لوكا صاحب لا كارد ديطوال. بيكسار ألا أبسوربي لا سوسيتي دي زيفي سبيسيو ديال جورج لوكا. يعني هذا راه اللب ديال العقول ديال اخر مغنات الاعلاميه لي زافي سبيسيو كاينين في هذه البلاصه هذه. لو ديغني كري ديالهم مونستر. ما الحكمه؟ اللي بغى يفهم يمشي يشوف القناه الفرنسيه، تيجي واحد الرسوم كيديروا ولداتهم سميتو سوبر ايرو. شنو كيديروا هاد لي فرونسي في هاد الرسوم؟ راه انت هما مستلهمين او ناقلين، الحمد لله البلده عامه في العالم، مستلهمين نديرو حسن الظن، ناقلين كيف العموم. لكن هما تيعرفوا القلب كيتعاقب لان عندهم القانون
يخليش الواحد ياخذ واحد فكره او موسيقى او كذا او كذا. اما حنا همجون همجون عفطون عفطون رفسو رفسو. في لو ديسانيمي سوبر هيرو وفي لو فام فيلم ديال مونستر الخاصيه هي تعلم ولادهم يحبوا كل شيء يقدروا يتعبوا به في المدرسه، والغليظ والطبوزي والخايب والكرد والحول، كاع الاشياء اللي كيتعايروا بها في المدرسه جسدوها لهم سو فورم دو مونستر. ولكن شوف لو جيني امريكان فين مشى دار لو ليو، الموضع فين داروا؟ داروا في لي ليو دو فراترنيتي. شنو هما لي ليو دو فراترنيتي؟ هما ملي كيمشيو الطلبه للجامعات يقراو كيخصو يمشي لواحد الحي جامعي سبحان الله فيه غير الذكور بوحدهم والاناث بوحدهم، وتلقى في هذا لي فراترنيتي الصور كاع ديال الطلبه اللي قراو تما وتخرجوا صبحوا، هذا رئيس الشركه، هذا الرئيس، هذا كذا، هذا كذا. الكول ممنوع طوال الاسبوع، والعلاقه مع الاناث ممنوع طوال الاسبوع. سبحان الله سبحان الله، هادشي راه كاين دابا في الايطاليين. هادشي غادي تلقاه كله لوساتيغ البنيه الداخليه ديال الفيلم كلها كتبين لك ما هو حقيقي كيفاش عايش طالب. فتيقولوا لهذاك الوليد انت كيوصفوك بالمطبز، وشنو كتعني مونستر؟ ترجموه البولاده بوحش الخشبه، حشومه وعيب كاع ترجموه هكا مونستر ساكري من بعد دو سان. جعلوا مما هو جملة كتعيب على الشخص جعلوها أرقى وصف يمكنك تحصل عليه. أنا مونستر دو سان ما نقولش أنا وحش خشبة، قالتها الغزالة ديال المغنية الإماراتية مع قصيدة على سميتها هذيك اللي كتكون في العرب أيضا. أنت وحش على الخشبة ما كتقالش هاد الشريف، ما كتقالش ملي كترجمو بحال هكاك العرب كتصفعوا الذكاء اللي باقي شوية في العالم العربي، واحد شوية الذكاء كتجيو كتخرمزوه. ملي ما تعرفوش قولها بالانجليزيه ولا بالفرنسويه، وخلي الناس اللي يعرف الترجمه يترجم. راه بحال شي فوس نوت، كيكون شي واحد كيعزف وتيخرج لك شي فوس نوت، كاع الدواقه في الموسيقى كيشدوا هذاك الفوس نوت كيعزف كاع يكمل معاك تيقول لك صافي صافي يا حيد حيد. فهنا نصيحتي لولدي حميد، شكون هما ناسك؟ بغيتي تعرف صاحبك من اللي ماشي هو صاحبك، بغيتي تعرف اللي صالح لك من اللي ماشي هو اللي صالح لك. شنو هي العلامه؟ أن اللي صالح لك كيعرف الخير اللي فيك من الشوفة الأولى، وتيعرف الفضل اللي فيك من الشوفة الأولى، وما تيبقاش يبالي بعيبك وما كيشوفش عيبك كأن ما عندك عيب، هو اللي صالح لك. أما اللي تشوفه بارك مع البنت كيقول لها السيد جاي عندي باغي يطلق مرته، عندها 23 عام، حيت نهار تزوجها غلطت واحد شوية ولا كيقدر يشد ليها الجلد ديال كرشها بصباعه، ما خصوش يشدو. باغي يطلق السيده حيت تربات في كرشها واحد شويه شحمه. والبنت مسكينه ما لقات به من تستنجد، وقالت مشي عند عمي الدريبي وجات عندي وجلست قدامي بحال هكا. وقلت لها بنتي ما غنلوموش هو. ما غنلوموش انا بنتي. لان قلت لها بنتي النهار اللي جا خطبك وانا قلت لها باب قدامي ها هو كنشوف فيه خصو الشرج، قلت لها هذا خصو الشرج دابا خصو يتسرج، ما باقي ما دخلش الفصيله بنادم، باقي ما دخلش. قلت لها جمله مفيده راه ما فهمهاش من قبيله، تداوي معاه بالجمل ما فهمنيش. قلت لها وانت شتيه ما كيفهمش وخدام فيه هذاك الشبر ديال البطن الخرج هو اللي شتي خدام. وقت لها بنيتي انت خشرتي راسك في البلاصه ما تخديتي. اما قلت لها كون خديتي شي واحد تيخاف الله، شي مسلم، شي مؤمن، شي درويش خدام ذراعو غير شي مد يدو صبار، قلت لها شتي هذاك ها غاتبتسمي لي في وجهو. كانك قلت لها عطيتيه من بني الدين كيعرف بقيمه الناس، يعني شكون اللي غادي يعرف بقيمتك؟ اللي عارف بقيمه نفسه. اما اللي هو ما كيسوى غا طابلات شوكولا، غا لي زاب دومينو، غا الحوايج السيني، انت تعرف الله شكون هذا اللي غيسنيها باش نعطيها قيمه. انا بغيت نفهم، تخيل السيني شكون ساني؟ ساني واحد بحالك بحاله، بنادم بحالك بحاله ساني، دونك علاش كتعطي لهذاك سورتو خصو يكون سانيها قاوري؟ راه يقدر يسنيها دابا
شي واحد سميتو عبد المولى. تخيل انا شاري قميجه عبد المولى، شتي عارف اختي سيني عبد المولى غيضحكوا عليا، ولكن الا قلت سيني إيف سان لورا ما غيضحكوش عليا، لان كلشي بيني ويوي قوم تبع سنتيمون دانفيريوريتي، فخصهم دائما بالنسبه لهم واحد المرجعيه اخرى. منين جات المرجعيه الاخرى؟ الياباني كيقلب يشبه الامريكي، الفرنسي كيقلب يشبه الالماني، الالماني كيقلب يشبه البريطاني، البريطاني كيقلب يشبه علاش انا نقلب يشبه شي واحد؟ اذا بغيت نشبه نشبه نفسي، ولا بغيت نعرف نفسي شكون هي، نمشي نقلب على سيدنا رسول الله ونقول له يا سيدي رسول الله عرفني بك، وغادي تمشي وغتلقى الصحابه والتابعين، وغتلقى سيدنا رسول الله كيفاش كان في كلامه، كيف كان في حديثه، كيف كان في تجارته، كيف كان سيدنا امنا عائشه كتقول كان كيزبف على كتفه، وكان كيرقى جلابيته، وكان كينظف مكانه، وكان كيلعب مع الناس اللي معاه. واش انس اللي جاو عائلته بغاو يردوه قالوا لي سيدنا رسول الله جمعنا الدين اللي كنا شاده لينا رهن لاله خديجه، ودابا حنا جمعناها راه لينا قالوا نسالوا عنده. الا بغا يمشي مع كلشي، وباه وعمو جاو عنده يلاه معنا وليدي، لا ما نمشيش. علاش؟ قال لهم واحدين فيا تيلعب معايا وتياكل معايا، اش كيعطيني الشياطه ويغطيني وما يتعبنيش. قال لهم انتوما كتوجعوني تضربوني مكلفيني غير السلحه والعرى ونمشي معاكم، ما نمشيش. خلى باه ومو وسيدنا رسول الله بطبيعه الحال عنده الزهر. واحد الصحابي كل صباح كيتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم كيبدي يبكي، وتيولي صفر كانه فيه الموت. النبي صلى الله عليه وسلم كيتلفت كيلقاه في هذاك الحال، تيقول له مالك؟ تيقول لي راه اللي حز فيا ان في الجنه انت مقام عالي ما غنكونش معاك، وانا كنحبك ولفتك ما غنكونش معاك في الجنه. قال لي راه غنتسطى. قال لي اطمئن فان المرء مع من يحب. باغي نشبهو لمن؟ نقولوا لكم لمن نشبهو. هادي يا وليدي حميد تضرب سير قلب، ما تعود تسول فيها، ما تعيط ليها، ولا اتصلت بك وقالت لك عفا خويا غيرت رايك، قول لها فات فوته متعمل. كيعجبك شي واحد كيدير الميسكولاسيون، كيعجبك شي واحد كيدير الرياضه، والله يجيبك شي واحد كيجري واتليت ورياضي وعدو الميسكل وعدو حدا، الله يجيبو لك بنيتي. حنا كنتمناو اللي بغى شي حاجه يلاقيه بها، ولكن بنيتي راه بينتي ليا بان ماشي من طينتك. دابا فهمتها، الله يجيب لك اللي من طينتك. من طينتك يا وليدي حميد هي غادي تلاقاها، غتشوفك، غتحبك بعرقك، غتحبك بسنانك صفرين كاع ما حكيتيهم، وغتصوخش صوتك غتضحك معاك. علاش؟ لان الجوهر ديالك رجل صالح، كتقدى لميمتك وكتقدى لبوك وكتخلص الدين ديالك وكتحب الخير لبلادك وكتقوم بواجباتك مع سيدي ربي وكدير كتأدي حد. هادو راه هما اهل الجنه، هادو راه غيدخلوا 600 خريف قبل اي واحد، وفي روايه اخرى 600,000. حقيقة أنا مستمرة متواصل معكم أوفياء في برنامجكم الاجتماعي اليومي بكل وضوح، رفقة البروفيسور ميمون مبارك دريبي، وعلى ميد غاديو دائما أرقام التواصل معنا مفتوحة. فاصل وراجعين على 0522 46 72 51 أو 52. مرحبا بتواصلكم معنا، نمشيو هاد المرة في مكالمة أخرى، غادي نتواصلوا مع نجوى على الخط معنا من القنيطرة. مرحبا بك نجوى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. استاذ ميمون لاباس عليك. مرحبا لاله نجوى، مرحبا بك. مبروك على عرسك ان شاء الله بالصحه والسلامه. عيني وعينيك جميع الناس جميع المسلمين، مرحبا. استاذ نتصل بك على قبل خويا الصغير عنده دابا 7 سنين. شحال في عمرك انت؟ انا عندي 25 عام. ونتصل بك على قبل خويا عنده 6 سنين. الله يربي. شوية تضحك عنده 6 سنين دابا، 6 سنين طالع في 6 سنين. خايف عليه بزاف. خايف عليه من لونتوراج ديال دارنا. الظروف ديال دارنا خايبين بزاف. بابا واحد الانسان مدمن على المخدرات، تيدير شي حوايج اللي فريمون ما عرفتش، تيبقى فيه حال باش نشوفهم كيديرو، ولا لا تيبقى فيه حال بزاف. والمشكل ان خويا اللي فايته انايا ب 3 زون، خويا عنده 22 عام، خرج فوتوكوبي، فوتوكوبي ديال بابا. أو بيغ كاع عرفتي تدير شي حوايج لي ماما مسكينة فقصوها بجوج فقصوها، ألو خويا الصغير تأثر بيهم بزاف. باغ إكزومبل أنا باش نمشي للدار تيقول لي شفتي بابا جدار، شفتي أشرف اللي هو خويا أجدار. معرفش أنا قلت زعما إلا بقى فهاد كيما كنقولو فهاد الدار راه صافي يتحاد إن شاء الله.
شنو العمل ديالك نجوم؟ انا استاذ عندي باكليس 4 في انفورماتيست. وخدامه حاليا؟ اه تخافاي. تحاولش تسجل خوك في جمعيه ولا في شي نادي ودير لي شي هوايات، وحده رياضيه وحده ثقافيه. وي بوسيبل، ولكن المشكل انه واخا غير الدار تاثر بزاف. انا نقول الدار تاثر في الاطفال بزاف. بنتي نجوى. وي نعم استاذ. ما خصناش نقلبوا اللي يكون عندنا واحد الوضعيه صعبه ان الحل دائما هو نزولوا الشخص من البلاصه. ما عندناش مجتمع، ما عندناش الامكانيه باش يكون عندنا هذا الحل، ما عندناش. في دول اخرى اللي قلت لكم واحد العائله الوالد عنده واحد السلوك تيمس بالاطفال، تدخل العداله، تدخلوا جمعيات وتياخذوا هذاك الوليد وكيديوه لموضع اخر احسن من الدار ديالو. عندهم البديل، احنا ما عندناش البديل. اذا ملي ما عندناش البديل خصنا نفعلوا جهاز المناعه ديال الشخص باش واخا يكون قدامه هذيك الوضعيه جهاز المناعه ديالو ما كيخليهش يتعفن. فدابا كيفاش غتفعل جهاز المناعه؟ كيفعلوا الوقت. ما غيتفعلش، باقي خوك صغير 7 سنين باقي صغير. هنا عنده هشاشه. خص وقته يتشغل، خصو يدخل البيت عنده قرايه، مشى لنادي الرياضه نهار 2، نهار 3 يمشي لمعهد موسيقي، نهار 4 جمعيه فيها السماع والمديح، نهار الخميس جمعيه يجود القران ويحفظ شويه القران، نهار الجمعه يشوف صحابه وتكون انت حاضره معاه، السبت والحد تخرج المكان. خصو ما يكونش في واحد الاحتكاك وفي حاجه العطفه ديال عائلته، لان تيكون هذاك الاحتكاك وفي هذيك العطفه والفراغ تيولي تيشرب لانه محتاج العطفه. ملي كتعطيه العوض لا كومبونساسيون باغيير، كدير ليه سبستيتيو، كتعطيه العوض في حاجه اخرى. تيولي كيقرا الموسيقى، تيولي كيدير فنون تشكيليه، كيشوف ناس مؤدبين، كيشوف واحد الخطاب نقي، ولكن تيبقى في الواقع الصعب. ما خصوش ينعيشوه واحد الانفصام ديال المعهد وديال الفنون التشكيليه وينفر من الحقيقه اللي عنده. لا، هذا باك ملي هذو امك، هذا حالتك، هذو المجتمع اللي عندنا، فيه الصالح وفيه المتوسط وفيه ما دون ذلك. فتقبلنا الواقع وحرصنا على انه ما نشبهوش للواقع، هذا راه هو التحدي ديال الدول الناميه. هي راه ساهل تعطي الفلوس لعباد الله، ساهل، ولكن المصيبه الكبرى اننا مشاو توصلوا الفلوس للناس والعقليات ما تغيروش. بقى الجشع وبقى الفزع وبقى هذاك الجهل والجهاله في التصرف والمال في اليدين. هذو هما اللي كيخربوا البيئه، ما كيبقاش الحوت في البحر، وما تبقاش عندك الخضره، وما يبقاش عندك الفاكهه، وما بقى عندك والو. علاش؟ لان تيولي الانسان عنده امكانيات وتيولي كيتصرف في الاشياء بواحد طغيان حتى كتوقع المصائب. لهذا الله سبحانه وتعالى كيمدنا بالمال وبالتغيير على قدر الاصلاح اللي كنقوموا به، غير حنا كنوعاو شويه وتنتبتوا شويه، وكيمدنا بالقوه وتيمدنا بالمال. شويه عاوتاني كيشوفنا في روحنا كيفقرنا شويه وضعفنا شويه، عاوتاني كيشوفنا ثبتنا شويه وصلحنا شويه، القوه والمال. لقيت اللي نكونوا صالحين ونكونوا ثابتين غيمدنا بالمال كثير وبالقوه كثيره، ديك الساعه ما غنديروش بها الطغيان وما غنضربوش بها نفسنا. ها هما مجتمعات مدهم بالمال ومدهم بالقوه ودوروها بيناتهم، ولا هذا كيمول هذا باش يقتل هذا، هذا كيمول هذا باش يقتل هذا. انا دابا علاش ولا عندنا الارهاب عابر الدول والقارات؟ علاش؟ لان واحد البلاصه عنده الفلوس وحمق. كتلقى واحد في واحد القدس عنده الفلوس بزاف وما عنده ما يدير بهم، حمق. تيقول لك لا، وانا ما خصنيش نخلي المغرب انا ما تابعش ليا، انا خصني نفروح المغرب. وكيعيط واحد تيقول له تاخذ واحد 100 مليون دولار ولا 200 مليون باش تفروحهم شويه. تخيل كان عنده هو لا غوشيرش في المعاط، وعنده مخو فيه لا غوشيرش في الميديسين، وعنده تيقلب يخترع الدواء باش ما يستوردوش من لا، ما عنده مخو هو فوكاليزي على الفلوس، عنده خصو يخسرهم. فهالمال وهالقوه حنا درنا بهم طويل الضوء. فهنا لالا نجوى ما خصهاش تخاف على خوها على اساس هذوك راه اعداء خصها تحيدهم. لا، راهم صالحين، واخا هكاك راه الام كتكون مجرمه في السجن، خصنا نخليو ندهزورها
والاب يزور ولده في السجن، لانه شنو هي لا ريستركتوراسيون؟ هي ما كان ياسوه الله سبحانه وتعالى، ما كيأش، كيبقى الانسان تيعصى تقول لهم تايبك تقول لهم مرحبا، ما كيأش. لهذا وصلتوا المؤمن. احنا الايمان ديالنا شحال المده ديالو؟ راه مده الايمان ديالنا صغير، ولكن هو عارف هذيك صغيره غيزيد لينا عطينا واحد القوه غيعطينا مده صغيره، هذيك صغيره زائد صغيره زائد صغيره تلقى واحد الخط طويل. حنا راه كنمشيو غير في سيغمون، وريني شي واحد غادي في الصراط المستقيم شادو على قدو، ولا شتي كتمشي بدي في سيغمون غادي طريف 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 طريف، بحال ديك الخطوط اللي كيرسموا بهم الدراري كيبقاو نديروا واحد لي بوانتي كنتبعوهم، حتى في الاخر كتلقى راسك رسمتي هذاك الشكل. هنا ما خصهاش تصرف الخوت هما عاون لبعضهم، خوت هما سند لبعضهم، ولكن تصرف بذكاء، تكون هي تلهم خوها تذوقوا انه كاين حاجه اخرى. اجي خويا نتعرفوا على دي كلوب، اجي خويا نجمعك بناس، اجي خويا نصاحبك بناس اخرين، وتخليه يحترم ويوقر والديه ويشبهش ليه، يشبه حال شي ناس احسن منه. في مكالمة أخرى بروفيسور، هذه المرة معنا وفاء على الخط من مدينة طنجة. أهلا بك وفاء. أهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبروكة علينا وعليك. أنتم مسكتين إن شاء الله. مرحبا. دكتور، عيطت عندي جوج ديال الإشكاليات. تفضل. إلا كان ممكن. تفضل مرحبا. أول حاجة كما كندير في بلانينغ، لأن باش نزيد سواء نقرا لغة جديدة سواء نزيد شي حاجة جديدة، كنكتب وكنخطط وكنقول صافي غادي نبدا، كنبدا واحد السيمانة أبخي كنطلع. شحال في عمرك وفاء المستوى الدراسي عافاك؟ عندي 29 وباك بلس 3. أين شعبة؟ نعم؟ أين تخصص باك بلس 3؟ درت لا كونتابيليتي ودرت وخلصت بروميييغ أني ديال لافاك صافي، ما كملتش. كونتابيليتي بروميييغ أني، كاش أين شعبة درتي بروميييغ أني؟ إيكونومي. وبزاف الحوايج كنقول غادي ندير وفي ما كندرتش حاجة وما عرفتش زعما ما عرفتش. خدامة حاليا ولا مازال؟ كنت خدامة 6 سنين، درت كنت ريسبونسابل كوميرسيال، وهذا العام جلست حتى تزوج صافي، قلت نجلس نرتاح واحد شويه وبخي عاد ديك الساعه نخدم. كاين شي وليدات؟ تفرق الى تخرجت دابا. حامله؟ اه. الله يكمل بخير. امين. شحال من وقت وانت هي مزوجه لالا؟ هذي عام. هاد الشيء اللي كتقول واش هوايه بالنسبه لك؟ هاد الاشياء اللي باغا تعلم هوايه ولا داخله في واحد السلك دراسي؟ لا، هي مش مساله هوايه، مساله انه يعني الانسان كل ما زاد تعلم بزاف الحوايج كل ما كتزيد قيمته اكثر. يعني لي لونغ بحال دابا مثال الاسبانيول هنا في طنجه مطلوبه بزاف. يعني كنبغي حتى في الخدمه باش اميليوري راسك في الخدمه، ما غاديش تبقى الانسان خصو ديما يتطور ما يبقاش بلاصه واحده. لان وفاء كتهضر بدي فاليز، كتهضر بدي كونتينر، كتهضر بدي فورمول ستيريوتيب، كتهضر بحال ديك المراهقات ديال 15 عام اللي كيتلقاها شي استجواب في الشارع وتيقولوا لها كيفاش كيجيك المسلسلات في رمضان. المسلسلات في رمضان انتاج ثقافي صالح المجتمع المغربي وكيعبروا على الواقع الاجتماعي وكنشكروا الانتاج ديالهم. يعني فين هي 29 عام ديالك؟ ما شتهاش، ما دقتهاش، ما سمعتهاش. فين هي واحد الحاجة سميتها التعبير الذاتي اللي عنده البصمة الوفاء؟ ملي كتسمعني كنتكلم على الوفاء كنقلد شي واحد ولا كندوي ديال بلغتي بأسلوبي بخاصية ديالي؟ لا، بالأسلوب ديالك. وفين أسلوبك انت؟ فين؟ خذي واحد الوقت ما تفكري حتى في حاجة وفاء. خذي واحد الوقت صمتي كي تيقول غلا ضنك، حاولي تعرفي على وفاء، خذي وقت، اعطي وقت الوفاء. زوجة، راجلك عنده رزياق، حاملة، سيري تعلمي كيفاش تفصلي بيجامات لوليداتك، سيري تعلمي كيفاش تفصلي شي قفطان اللي كنتي، سيري تعلمي كيفاش تنوعي في الطبخ، تبرعي راسك وتبرع وليداتك، سيري تعلمي كيفاش دير الباتيسري، ديري شي حاجة. شتي انا كيحمقوني هذوك البرامج اللي كيديرهم قنوات
التلفزيون الصحيحة ملي كيمشيو يديروا لنا شيف باتيسيون. شكون اللي كيجي؟ كيجي انجينيور، كتجي طبيبة، كيجي محامي، كيجي نجار، كيجي فلاح. تخيل باتيسري تيخرج لك شي عجب، شي قاطو، شي كريمات، عرفتي؟ والله دابا حينا كاين، دابا بدا في المسابقة، راه كاين واحد البنات. تخيل كيغير المسار بحياته واحد فوتوغراف بروفيسيونيل الهوايه ديالو باتيسري، قال لهم دابا ملي خديت هاد لو بري غادي توجه المسار ولا ارتيست كرياتور. فاش في الباتيسري، فعلاش كيعرفوه ما يديروها؟ كيتسمى امبريك، امبريك راهم كيسميوه الشباب بريك دان. شنو هو امبريك؟ هو بوز، حبس. شي جهاد قريت، خديت الباك، من بعد جهاد مشيت للجامعه، من بعد جهاد حصلت على ديبلوم، بعد جهاد خديت كفاءه، من بعد جهاد مشيت خدمت، ها تزوجت، ها جهاد. تمام، احنا عايشين بحال ديك الصيده. كان الصيده ما تعرفش يسقى، خصو ديما هو يسمع القرطاس وخصو يجري ولا الرنب. اما كلب السرحه عينو ديما على من؟ عينو على الطبيعه، عينو على الغنم، ما عندوش لا كورفي. كون الصيدة عينو على من؟ عينو على مولاه، خصو يصيفطو. تراك جري، علي ابوخت، تراك جري. فحنا ردينا كلاب الصيدة، ردينا نفوسنا، حشرو يتمثل، راه الميزة كنعطيه ليا انا ما داوي على حد. ما قلت لكم راني واقف مقام الكلب، ولكن اين كلب؟ كلب اهل الكهف. هو المقام اللي واقف فيه انايا، هو المقام اللي كنخدم فيه، هو المقام اللي كنحب. ولا مشيتو قلبتو النسب ديال النبي صلى الله عليه وسلم في الشجرة، غتلقاو عنده واحد الخضر بنو كليب. تنسولو علاش؟ كانوا العرب في ذاك الوقت كينسبوا على بنو كليب اللي اصبحت دابا معيوره. هي ماشي معيوره، لان الكلب جدو هو الديب، راه تما جا هو. وسير انت شوف الديب دوره في الطبيعه اش كيدير. فلقيت اللي كنبقاو حنا دايرين القرطاس راسنا، الحرقيه راسنا، ما تنعيشوش شي حاجه سميتها صيغه المتعه والذوق والاستراحه. تزوج توقع زواجك، انت خدام توقع خدمتك، ديما الكريز، ديما الضغط، ديما داك المهماز، حفر 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 حفر. شكون اللي حافر؟ علاش؟ المغرب بلاد الخير، المغرب بلاد الطمانينه، المغرب بلاد الصالحين، المغرب بلاد الانسانيه. علاش بقى لي ليها؟ لا خص الخدمه نكون بيرفورمون. لا بيرفورمونس خرجت لي بلو غروس باثولوجي دو سيكل، هي لا بيرفورمونس. طلعت الناس لو ستريس، ولدت البيرن اوت، ولدت البير ان، ولدت السويسيد، ولدت لي دروغ دو بيرفورمانس، ولدت لو ديلير، ولدت الالكوليزم، ولدت لي زاكسيدون في لا روت. لا جيتي تشوف لا بيرفورمانس عطات، عطات الكوارث، عطات حرقنا لا كوش دوزون، عطات كنطحنوا في الطبيعه، كنطحنوا في الكره الارضيه. ها لا بيرفورمانس شنو عطات؟ اخباركم الاطنان ديال الطعام تلتلاح في جميع الدول، اطنان شوف ضيع بسبب لا بيرفورمانس. وما كاينش اللي يقدر يحبس، ما كاينش اللي يقدر يتكلم. فخص الانسان اللي عطاه الله فرصه. انا من الناس اللي كنطفي التليفون، كنتعاقد مع الزبناء على القدر ديال الكفاف والعفاف. تجيني 100 طلب، تجيني 200 طلب، ناخذ منهم اربعه. علاش؟ واقف عليا شي باترون في الوقت كيقول لي انا عندي باترون، باترون دراس، ولكن الكيس من دار نفسها. بغيتي تكيس على نفسك وتعطيك الذوق وتعطيك الاحساس الرقيق وما تشحطش فيها وما تقرحش فيها، اعطيها واحد المعتدل، واحد المزاج هذا من السمحة لفصل الربيع وتشوف اش تعطيك. شكرا لك بروفيسور ميمون مبارك دريبي، وان شاء الله حلقه جديده من برنامجكم الاجتماعي اليومي بكل وضوح. تسمعوا في الحلقه ديال غدا لكم اطيب ورق. تحيه من عفاف ماجد، كانت معكم مرة الميكروفون، وسعيد عقال رفقتني في الاخراج، وكانت كذلك في استقبال مكالماتكم في مقبول ان شاء الله. وبقيه اوقات طيبه وممتعه قضيها رفقه برامج الاذاعه القريبه منكم من راديو. الى اللقاء. التحليات الاجتماعيه بشكل صريح مباشر، ما كنستروش على المشاكل وعلى التحديات اللي كتعوق نجاح المغاربه في المغرب. مرحبا بكم بالاسئله ديالكم، بالصراحه اللي تعودناها مع بعضياتنا على ميد راديو من 6 ل 8 من يوم الاثنين الى الخميس. انتظرونا، مرحبا.